في هذا العدد نتابعه حدث حضور رئيس الحكومة إلى مجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية لمساءلته. موضوع هذه الجلسة كان حول الأمن الغذائي. فقرة ثلاث أسئلة إلى نرصد من خلالها مصير تقارير المجلس الأعلى للحسابات وكيف تشتغل هذه المؤسسة. كواليس العدد تتابع لقاء حضره وزير النقل بمجلس النواب لمناقشة موضوع يتعلق بواقع المناطق اللوجستيكية. المجلة تتخللها فقرات أخرى. مشاهدينا الأفاضل، سلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من مجلة البرلمان والناس. نبدأ بحدث هذه الحلقة والذي يتابع معكم حضور رئيس الحكومة إلى مجلس النواب في إطار الجلسة الشهرية لمساءلته. موضوع هذه الجلسة كان حول الأمن الغذائي. نتابع تفاصيل هذه الجلسة وكيف تفاعل النواب مع تدخلات رئيس الحكومة. كل هذا في تقرير العدد. إرساء لبنات منظومة غذائية مستدامة لتحقيق السيادة الغذائية، هذا ما عبر عنه رئيس الحكومة خلال حضوره بمجلس النواب، وهو يجيب عن أسئلة النواب المتعلقة بسياسة الحكومة لتأمين السيادة الغذائية ببلادنا في ظل تقلبات اقتصادية ومناخية عالمية. بلادنا يعني مطالبة باش يعني في مستقبلا تقوم بواحد مجموعة التدابير والإجراءات فيما يخص تأمين ديال السوق ديال الأسواق الوطنية فيما يخص المواد الاستهلاكية، وتنظن بأنه الحمد لله مخطط المغرب الأخضر كيعطي يعني واحد العدد ديال النتائج، ولكن مستقبلا مطالبين بأنه إعادة النظر في واحد المجموعة ديال البرامج، خاصة البرامج اللي المشاريع اللي كتستهلك المياه الكثيرة. نظن بأنه الحكومة يعني واعية بهذا المشكل هذا ومطالبة باش يعني تتخذ واحد المجموعة من الإجراءات. رئيس الحكومة دافع عن مخطط المغرب الأخضر مؤكدا على مساهمته في مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، في وقت دعا فيه النواب إلى مراعاة المتغيرات الجديدة التي تؤثر على المردود الفلاحي. لما نتحدث عن الأمن الغذائي غنتحدثوا على واحد البرنامج اللي هو المخطط الأخضر اللي بدا من 2008 الى يومنا هذا قبل ما يتحول بالمخطط الاخر، اللي خدا منا واحد 153 مليار درهم، ولكن في الوقت اللي انه دازت كورونا ودازت واحد سنه ديال الجفاف لقينا روسنا ما عندنا باقي ما نقدموا للمواطنين ديالنا، وهذا هو اللي كيجعلنا في خطر. ونتمنوا اننا في نقاشات ديالنا اليوم نطرح مع رئيس الحكومه انه يتخذوا اليات وحلول يعني جذريه لايجاد حل لهذه المعضله هذه، انه باش يحميوا المواطن المغربي من هذه التقلبات اللي كتوقع في بلادنا، باش على الاقل يكون في مامن بناء على مامن على امن غذائي قار وسليم. المعارضة أكدت على أن عددا من أفراد المجتمع يعيشون تحت ضغط ارتفاع أسعار المواد الأولية ونظرة المياه، داعين إلى دعم الفلاح الصغير والتعامل مع سياسة التصدير بطريقة عقلانية. كاين هناك المعطى ديال الجفاف اللي هو أصبح معطى قائم، خصنا ناخذه بعين الاعتبار، وهذا الشيء كيبين من ناحية أولا أننا بلد اللي فيه مناخ جاف إلى شبه جاف، وحتى الاختيارات اللي كنا عملناها قبل ما يكون هذا الجفاف المزمن المستمر كانت اختيارات لا صائبة، حيث أننا شجعنا الفلاحة التصديرية، كنقولوا باش تجيب لنا عملة صعبة، حنا محتاجين بالعملة الصعبة، ولكن حنا ما محتاجينش أبدا بأننا نصدروا الماء، ثم أننا محتاجين باش نشجعوا الفلاحة الصغار اللي هما تيشكلوا 85% من الفلاحة، كلهم عندهم أقل من 5 ديال الهكتارات، طلبوا المازوت الأحمر، طلبوا الأسمدة، طلب واحد العدد ديال الامور، هما عارفين بان كاين هناك جفاف. مع كل اسف الحكومه كانت الاذان ديالها صماء امام هاد الناس هادو. الحكومه تؤكد على ان استراتيجيه الجيل الاخضر تهدف في افق سنه 2030 الى ترسيخ سياسه فلاحيه مستدامه تقوم على تاهيل الراسمال البشري كعنصر محوري في هذه الاستراتيجيه، مع مواجهه التحديات المرتبطه بالانتاج واسعار المنتجات. بعد تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان بغرفتيه، ينتظر البرلمانيون مناقشة مضامين هذا التقرير، فما هي أهم مميزاته؟ وكذلك ما مصير هذه التقارير؟ وماذا عن المجلس الأعلى للحسابات؟ هل تتوفر له كمؤسسة كامل الظروف من أجل الاشتغال؟ أجوبة عن هذه الأسئلة كالمعتاد ضمن فقرة ثلاث أسئلة إلى
السؤال الأول موجه إلى السيد محمد حجيرة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب. ما هي ملاحظاتكم بخصوص تقرير المجلس الأعلى للحسابات للعام 2021؟ هو موعد سنوي طبعاً ينظمه الدستور، الفصل 148 من العلاقة اللي كتجمع المجلس الأعلى للحسابات والمؤسسة الدستورية اللي هي البرلمان. هذه المؤسسة الدستوريتين معاً لهم علاقة ينظمها الدستور، وبالتالي الرئيس الأول قدم عرضاً طبعاً بصيغة المؤنث، وهذا العرض بشكل ليس مغاير 100% أو ولكن طريقة بنائه وطريقة هيكلته والمحاور التي يعني أكد عليها كانت فيه مستجدات عديدة. أولا عرض جاء في واحد الظروف اللي هي استثنائية، ظروف صعبة على المستوى الدولي وعندها انعكاسات على الاقتصاد الوطني وعندها انعكاسات على الملف الاجتماعي، وهذا التفاعل بين بالملموس. اولا المحاور اللي ركزت عليهم اللي الهدف منه طبعا هو انه نقاط ضعف وضع الاصبع عليهم ومحاوله تجاوزهم في اطار التدبير المالي، لان هذا مال عام، هذه ماليه عامه يجب ان تدبر وفق القواعد المنظمه لها، لا في الشق الاداري ولا في الشق المالي. ايضا ذهب اكثر من ذلك في اتجاه تقييم سياسات عموميه بعينها، وضع الاصبع على ما يقع في قطاع الصحه مع الورش الكبير ديال الحمايه الاجتماعيه والخصائص المهول اللي كاين والاصلاحات اللي جات وفق القوانين الاخيره اللي تم المصداق عليها في مجلس النواب. ايضا قطاع التعليم، وهذا الى لاحظتي معايا هذه المواضيع بجوج، لا الصحه لا التعليم، هم من بين المحاور الاساسيه اللي كاينه في النموذج التنموي الجديد، وايضا من بين المحاور اللي كاينه في التوجيهات الملكيه المتعدده اللي كاينه في السنوات الاخيره وايضا في البرنامج الحكومي. وبالتالي في هذا التقرير وضع الاصبع على الاختلالات الكبيره اللي كاينه في هذه القطاعات، وعلى نقاط الضوء اللي موجوده، وعلى الحكامه الماليه كيفاش خاص يعني التعاطي معها وتجويدها باش يمكن يكون انعكاس ايجابي على هذه المؤشرات الاقتصاديه، واللي بالضروره كيكون عندها تاثير مباشر على الملف الاجتماعي. نفس السؤال موجه إلى السيد خالد السطي، عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وذلك بمجلس المستشارين. هذا السنة لعل من المميزات ديال التقرير هو أنه أن السنة يعني بعد جائحة ديال كوفيد، لأن التقرير السابق اللي تناقش السنة الماضية ديال سنة 2019-2020 تميز بدرجة أولى من القضية ديال الجائحة. الأمر الثاني أكيد على أن لعل من الأمور اللي ثارت الانتباه ديالنا كاتحاد وطني للشغل المغرب في التقرير اللي قدمته السيد الرئيس هو المجموعة ديال التوصيات الأساسية اللي توجه طبعاً الحال بالدرجة الأولى إلى الحكومة، من خلال على سبيل المثال مسألة ديال التضريب ديال الشركات اللي تناقش في قانون المالية ديال 2023. ومع كامل الاسف اقول على ان مجموعه ديال الملاحظات سبقنا كمكون من مكونات المجلس الى جانب فرق اخرى تقدمنا بها للحكومه، ولكن الحكومه لم تستمع اليها. والان التقرير يعني انصف الذين طالبوا بالتعديلات في القانون ديال الماليه. المساله الثانيه وهو التركيز بشكل اساسي على قطاعين مهمين فيما يخص قضيه الموارد البشريه ديالهم، اللي هي التعليم والصحه. كنعرفوا على ان هذو القطاعات الاجتماعية الأساسية في البلاد، قطاعات طبيعة الحال المغاربة الأمل ديالهم لا في التطبيب ولا في التعليم. كذلك كانت فيهم مجموعة ديال الملاحظات اللي هي اعتبرناها أساسية، نتمنوا على أن من الوزارات الوصية على أنها تأخذها بعين الاعتبار. لعل كذلك الأمر الثاني الآخر اللي ثار انتباهنا طبيعة الحال واللي هي نسجلها بإيجابية، وهي دق الأبواب المركزية النقابية فيما يخص المراقبه ديال الدعم اللي كتسلموا المركزيات النقابيه من الدوله. بغينا ولا كرهنا النقابات كتاخذ الدعم ديال التكوين والدعم عند وزاره التشغيل والدعم ديال التسيرم عند رئاسه الحكومه، وهذا الدعم لا يخضع للمراقبه. وهذا حنا كاتحاد وطني للشغل المغربي سبقنا نبهنا مرارا تنقول ودي هذه الاموال يجب ان تخضع كذلك المراقبه على غرار الاحزاب السياسيه. ثم اكيد بطبيعه الحال كاين بعض الامور الاخرى اللي ممكن ما يسمحش الوقت باش ندخلوا في التفاصيل ديالها، والا فنعتبر ان التقرير بطبيعه الحال هو في بالغ الاهميه، فقط ما اللي خص هو التتبع والتنزيل والمراقبه والمحاسبه في اطار المسؤوليه بالمحاسبه.
السؤال الثاني، ما هو مصير هذه التقارير؟ بعده تأكد بمهنية عالية من طرف هؤلاء القضاة على المستوى المجلس الأعلى للحسابات وعلى المستوى المجالس الجهوية، يعني كتكون إما ملاحظات وإما كتكون توصيات وإما كيكون يعني جزاءات تذهب في اتجاه التأديب المالي، وفي بعض الأحيان إحالة الملفات على الوكيل العام الملك باش كتمشي في المسطره ديال التاديب المالي وديال التقاضي ديال يمكن تمشي يعني الافعال اللي ارتكبها المدبر العمومي يمكن تمشي حتى الجرائم الماليه، وبالتالي من بين الارقام اللي كانت عديده وكبيره والرقم ديال 18 ملف تمت احالته على يعني المحاكم على الوكيل العام للملك، وعلى ومنه طبعا تبدا الاجراءات ديال الاحاله على المحاكم المختصه من اجل ان تنظر في هذه الافعال اللي يمكن تكون جرميه، لانه يعني في الاول والاخير القضاء سيقول كلمته في هذا الباب. ايضا اللي كان مهم هو ذاك الزخم ديال الارقام اللي كيربط ما بين الإكراهات والتحديات وما بين يعني الاقتصاد المغربي رغم هذه الصعوبات بقي صامدا، والتوازنات الماكرو اقتصادية رغم هذه الصعوبات بقت في واحد المستوى ديال الممانعة وديال الصمود في اتجاه هذا الحملة الكبيرة ديال الارتفاع ديال الأسعار وديال التضخم وديال أن ميزان الأداءات المغربي بقى في واحد المستوى اللي هو محترم، وهذا نتيجة لمجموعة من المؤشرات الإيجابية الماكرو اقتصادية اللي أثرت إيجابا على التوازن أنه ما تجاوزش واحد الرقم ديال 3.48، يعني ما وصلش الرقم 4% ديال هذا لا توازن اللي يمكن يكون على مستوى هذه العملية اللي كتنظم الصادرات والواردات واللي في الأخير كيكون فيها مؤشرات اللي إيجابية، منها مثلا مؤشر ديال الاستثمار بلادنا في هذه الصعوبات تقريبا ما يزيد على 21 مليار دولار اللي جات تستثمر في بلادنا وهي استثمارات أجنبية. إذا كيبين بأن الاقتصاد المغربي كيكسب الثقة ديال المستثمرين الأجانب. أكيد الدستور واضح في قضية ربط المسؤولية بالمحاسبة، الأصل يجب أن يحاسب كل من يعني تم ضبطه أنه يعني مس المال العام يجب أن يحاسب وفي أسرع وقت. الإشكال ربما نقدر نقوله هو التأخر ديال المتابعة، وإلا كاين مجموعة من الملفات فعلا اللي المجلس الأعلى يعني تبعها قضائيا، واليوم والتقرير كما قال السيد الرئيس هو أن 18 ملف اللي تحالوا على القضاء وفيهم متابعة حسب ما صرحت به السيد الرئيس. اللي خصنا فعلا خصنا نشوفوا الناس تحاكم فعلا والناس انها يعني تسترجع الاموال اللي انهبتها بطرق غير مشروعه. فاكيد ربما المجلس الاعلى للحسابات هو مؤسسه بطبيعه الحال، المؤسسه كمؤسسه دستوريه عنده موارد بشريه، اعتقد وفي تقديرنا بالنظر للاعمال الكبيره التي يقوم بها هذا المجلس كذلك يجب ان يمكن من الموارد البشريه الكافيه ومن الخبرات كذلك الكافيه، وان يمكن كذلك من الوسائل ديال العمل ديالو باش تكون المراقبه ديال جميع المؤسسات، وكما سمعنا هو فعلا العمليات بالالاف ديال الافتحاص ديال المراقبه، هذا خصو كذلك امكانيات وفره ونتمنوا على ان توفر له الامكانيات. السؤال الثالث، هل تشتغل مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات بالفعالية المطلوبة؟ هو في الحقيقة هذا المجلس الأعلى للحسابات ولا المجلس الجهوي عرفت واحد التطور كبير. إذا رأينا أين كنا وأين وصلنا، لا من ناحية ديال الموارد البشرية ولا من ناحية ديال الخبرة اللي ركبها على المستوى التعاطي ديالو مع كل ما له علاقة باختصاصات الموكولة له طبق القانون، هناك تطور كبير وهذا التطور هو مستمر، بحيث أنه المجلس الأعلى للحسابات المغربي يعني الآن أصبح يصدر خبرته لمجموعة من الدول على مستوى إفريقيا وعلى مستوى العالم بشكل عام، وبالتالي أنا أحيي عاليا وأقولها وأكرر هذا يعني الخبرة المغربية في هذه الجوانب المتعلقة بتقييم السياسات العمومية والذهاب في طرح بعض البدائل من اجل يعني المسير العمومي انه يمشي فيها، وبالتالي هذا الملف ديال التقييم والتدقيق الى اخره كيحلنا على واحد المفهوم كبير اللي كاين في الدستور المغربي هو ديال ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وبالتالي
كيأكد مرة أخرى على أن المؤسسات الدستورية المغربية والبناء الدستوري المغربي وهذه المؤسسات ديال الحكامة المالية واللي هي المجلس على الحسابات والمجلس الجوية للحسابات كتقوم بواحد الدور أساسي وحيوي. على سبيل المثال ملف يعني ديال التصريح بالممتلكات بان بانه مازال واحد المجموعه من المنتخبين من الناخبين عفوا من المنتخبين اللي كان خاص يصرحوا بالممتلكات مازال ما صرحوش. اذا كاين اكراه حقيقي رقم مهول تقريبا 5000 من الذين يجب ان يصرحوا لم يصرحوا. هذا الشيء كيبين بان حتى الفاعل السياسي حتى الفاعل المدني حتى الاعلام انه هذا الموضوع ديال صريح بالممتلكات او غيره من المواضيع المرتبطه بتدبير المال العام بتدبير الماليه العموميه كيطرح واحد المجموعه ديال المواضيع اللي كررتها انا دائما بالحكامه الماليه في تدبير المرفق العمومي. المؤسسه هي مؤسسه اساسيه في البلاد بالاضافه الى طبيعة الحال عندها فروع جهويه المجالس الجهوي للحسابات. اعتقد بالنظر الى المؤسسات اللي خصها مراقبه واللي خصها تتبع الامكانيات البشريه ولا حتى اللوجستيكية أعتقد غير كافية، فالمجلس يجب أن يمكن من هذه الوسائل أن تكون كذلك الأجور التي يتقاضوها القضاء مريحة حتى بطبيعة الحال يشتغلون بأريحية تامة وألا يخضعون للابتزاز وما إلى ذلك. وهذا الشيء ربما بطبيعة الحال إحنا لا نتهم أحدا، ولكن أقول أنا يجب أن نوفر له الإمكانيات الأساسية سواء مادية ولوجستيكية وبشرية باش يقوم بالمهام دياله مهما قاموا من الأعمال. أكيد بطبيعة الحال لا أعتقد على أن سيتم يعني ملامسة الجميع المؤسسات وجميع الجماعات الترابية بالكل، ولكن في كل الأحوال بالنظر للإمكانيات اللي عندهم فأعتقد أنهم يقومون بعمل جبار يشكرون عليه. فقط طبعا الحال خص التتبع المضني والمهم والمسترسل لهذه الملفات وهذه القضايا إلى حين تحقيق ما يسمى طبعا الحال المبدأ ديال ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل واضح. والآن نفسح المجال أمام أسئلة البرلمانيين وأجوبة السادة الوزراء عليها. سيد الوزير المحترم، نسائلكم عن سياستكم في مجال محاربة تشغيل الأطفال. تشغيل الأطفال هي ظاهرة عالمية، المغرب قطع فيها أشواط مهمة جدا. من الناحية القانونية عندنا قانون قوي في هذا المجال الذي يمنع تشغيل الأطفال دون سن 15 تماشيا مع المواثيق الدولية، وهنا كذلك المنع ديال التشغيل ديال الأطفال ما بين 15 أو 16 حتى 18 عام بالنسبة للأعمال الخطيرة. والحكومة هذا من الأمور الأساسية بالنسبة لها. وملي تنتلقاو الناس ديال المنظمة الدولية للعمل تتعرفوا أنه كاين واحد الصيرورة ديال المؤتمرات التي تعنى بهذا الأمر، والمغرب اقترح أنه يحتضن المؤتمر المقبل على المستوى الدولي فيما يخص تشغيل الأطفال باش نقدموا الحصيلة ديالنا وباش تشجعنا تكون عندنا حصيلة أكثر إيجابية. أول حاجة درنا في المجال ديال التفتيش ديال الشغل أكثر من 50 نقطة ارتكاز ديال المفتشين ديال الشغل باش يقدر يكون تفتيش دقيق. اولا تشغيل الاطفال بعدا، ثانيا بالنسبه للناس اللي ما بين 15 18 اللي يمكن يكون عندهم اعمال خطيره، هذه المساله الاولى. ثانيا كاين واحد الميزانيه تنرصدوها اللي تنعاونوا بها واحد العدد كبير ديال الجمعيات اللي تيقوموا بواحد الدور مهم في هذا المجال في التاثير. كاين القصه ديال واحد البنت سميتها منى اللي كانت خدامه، هذا كانت تكلمت كتخدم في الدار وتطورت الامور ومشات وما كتعرفش والديها، وملي وقع لها واحد الشنآن مع السيده اللي خدامه معها يمكن تعرضت واحد يعني العنف ومشات لهذاك المستشفى وخذتها واحد الجمعيه اللي عاوناها وخذت الباك هذه البنت وقرات سنتين ثلاث سنين مور الباك وكتصور الحمد لله الاجره ديالها وخدامه وعندها جميع الامكانيات ديالها. هذا المثال ديال هذه البنت منى بغيناه يكون العدد كبير من الاطفال والطفلات ديالنا. ولكن كسياسه حكوميه كيف ما قلت لكم، اولا تشريع ديال الشغل، تفتيش ديال الشغل، ثانيا الامكانيات اللي تتعطى للجمعيات اللي كتصاحب جميع الاطفال اللي كاينين في هذه الحاله هذه، تم انتشال تقريبا 300 طفل وطفله من العمل اللي ما كانش خصهم يكونوا فيه، اما قل من 15 عام واما ما بين 15 و 18 عام اللي كانوا اعمال ربما تكون خطيره وكانت عقوبات كثيره. بمناسبه
نعاودوا نشوفوا هذاك القانون اللي كنتكلموا عليه ديال مدونات الشغل، غادي تكون اجراءات اخرى ان شاء الله في هذه الصيغه الجديده ديال مدونات الشغل. المغرب متجند في هذا الامر. كيبقى بالنسبه للعاملات المنزليات عندنا استراتيجيه خاصه في هذا المجال، حنا خدامين عليها في اطار الحوار الاجتماعي بالمناسبه باش نقدروا ندعموا هذه الطبقه هذه وتكون ان شاء الله فيها العمل اللائق ان شاء الله، وغيكون المنجزات الكبيره ديال هذه الحكومه ان شاء الله. حل وزير النقل ضيفا على لجنة البنية الأساسية بمجلس النواب، وذلك من أجل مناقشة موضوع يتعلق بواقع المناطق اللوجستيكية ببلادنا وكيف يمكن تطويرها. نتابع كواليس هذا اللقاء. بالرغم من الإصلاحات التي تمت مباشرتها في قطاع اللوجستيك، إلا أن أداءه لا يرقى للطموحات التنموية المنشودة. هذا ما عبر عنه وزير النقل خلال حضوره بالبرلمان. إذن هذه المناطق اللوجستية هي أولا من ناحية الاقتصادية أساسية ومهمة، من ناحية ديال التشغيل كذلك مهمة جدا، من ناحية ديال تشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة التي ستشتغل على هذا الأساس فيما يتعلق بالنقل ما بين الموانئ والمناطق اللوجستيكية ذهابا وإيابا وغير ذلك، كذلك أيضا يعني هي أساسية ولها مردودية كبيرة. الحكومة قامت بواحد العدد الإجراءات اللي كتدعم هذا القطاع هذا، من الدعم المباشر من أرباب النقل باش يخفوا العبء على المواطنات والمواطنين، وكذلك دعمت واحد العدد ديال المقاولات اللي كتخدم في قطاع النقل واللوجيستيك، ولكن هذا الشيء صراحة ما باقي ما كافيش. كاين هناك إشكالات كبيرة كيتخبط فيها هذا القطاع وخاصة في العالم القروي. ويلعب قطاع النقل واللوجيستيك دورا هاما في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وضمان تزويد وتموين كافة مناطق المملكة بالسلع والبضائع وكذا تنقل ساكنتها. كيبقى هذا التطوير ديال هذه المناطق اللوجستيكية كيعرف بعض الإكراهات. الإكراه الأول هو العقار، الإكراه الثاني هو الانخراط ديال الفاعلين الاقتصاديين في هذه المناطق اللوجستيكية، ثم الالتقائية بين مختلف يعني السياسات العمومية والترابية كذلك، لأن الإشكال هنا من خلال هذه المناطق اللوجستيكية سيتم تفادي مجموعة من الأمور. أولا الاكتظاظ داخل المدن، إذا كانت هذه المناطق اللوجستيكية يعني اختيرت يعني المناطق التي سيتم وضعها فيها، فغادي يكون واحد النفع داخل المجال الحضري أولا، وكذلك غتكون واحد يعني اليسر ديال التنقلات داخل المدن وحماية المدن كذلك من التلوث ومن ذوك الشاحنات التي تعيق السير داخل المدن. الوزير قال بأن وزارته تعمل على تعبئة الوعاء العقاري اللازم لتهيئة محطات لوجستيكية جديدة بكل من القنيطرة فاس وبني ملال، مع مواصلة الأشغال بالمحطة اللوجستيكية أيت ملول بأكادير. كان من المفترض أن يتم انتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلا أن هذه الانتخابات تم تأجيلها للأسبوع المقبل، وكانت الأنظار مصوبة نحو النائب سعيد سرير عن الفريق الحركي لتولي هذا المنصب، إلا أنه تم تأجيل هذه الانتخابات بسبب تقديم نائب برلماني آخر لترشيحه، وذلك من أجل شغل هذا المنصب بمجلس النواب. نظم الفريق البرلماني للاتحادية المغربي للشغل بمجلس المستشارين لقاء دراسيا حول مستقبل الصحافة والإعلام. هذا اللقاء يأتي على خلفية النقاش العمومي الذي أثاره مشروع القانون 23/15 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر. وبهذا مشاهدينا نأتي لنهاية هذا العدد من المجلة، شكرا على وفاء المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.